ابو احمد جند الاسد يا ابو احمد جند الاسد ابو احمد انت من وين يا ابو احمد؟ انا من سوريا الاسد. لا ما حبيت منك هاي. من سوريا. منين من سوريا طيب؟ سوريا قطعه واحده لا تتجسم. الصورة هي خط الدفاع الأخير ضد الزمن. هذه الصورة اللي أنت صورتها بعد 50 سنة هي توثيق لهذه اللحظة. شو هيدا اللي عم تشوفه نحن هلا؟ هاد فيلم عن مجموعة. قد إيه أنت بهي الحرب ممكن تكون قوي؟ أنت ما تخاف. وخلاص يعني. بدي موت مو بس بدي موت وانا مبسوط. اللي بيفكرونا دائما نحن عصابات مسلحه، لا مو عصابات مسلحه، نحن رياضيين، نحن ناس بنعشق الحريه. I spoke with a man once who described his life in Douma as being part-time holding a weapon then part-time going away. Do you do that? No, I don't hold weapons. I only carry camera, and that's a kind of weapon, or at least that's what I think. يا أبو الزين. معك. هلا احكي لي شغلة تانية، إنه النظام ضرب فيها إسرائيل غير حرب 73. 82. 82 ضرب حما.